ضيع 10 مدربين في اخر 10 سنين. منتخب الكاميرون مشى توني كونسيساو صعد في النهائي كاس العالم، ولكنه برضه عنده نفس المشكله، مشى مدربين كتير في اخر فتره. منتخب غانا، منتخب غانا نفس الكلام، مدربين بيمشوا بشكل كبير جدا. فدي اكبر مشكله، سيب مدرب واديله وقته وابدا اشتغل على الموضوع من تحت. البنيه التحتيه، الملاعب شكلها عامل ازاي، الدوري عامل ازاي، الناشئين، الناشئين الاسماعيلي فين؟ اللي هو كان دايما بيطلعوا مقاولين، مقاولين اللي طلع محمد صلاح ومحمد النني مش موجود دلوقتي. امبي شغال بشكل فردي على شكل اقل، والاهلي لانه بدا يجيب مدرب من بره مع مجموعه من بره تشتغل ويودي لعيبه تاخد تجارب حتى لو في دوري قليل زي الدوري التشيكي. عشان انا مش لازم قطاع الناشئين دوت ادي لي المدربين اللي هم لسه معتزلين، اللعيبه لسه معتزله، فاقول له خد تكريم ليك، خد فريق من قطاع الناشئين. مع كل احترام لكل اللعيبه الصفقه، لكن دي مصيبه، دي كارثه. يعني دي كارثه. انا ايه خبره اللعيب في بره في اوروبا وهو في نهايه مسيرته بيبدا ياخد الرخص بتاعه التدريب؟ واين روني وفرانك لامبارد وغيرهم كتير بيبدا ياخد رخص التدريب دي من هم بيلعبوا عشان لما يعتزل يبقى عنده بدايه لمشروعه بعد كده. مظبوط.